الخبر اللي جاي عن مبادرات كتيرة كل أجهزة الدولة بتشتغل عليها عشان تحسن من حياة الناس، منها المبادرة الرئاسية بإنهاء قوائم الانتظار في العلاج تحديدا، وده اللي حصل مع الحاجة سعدية من محافظة الشرقية اللي تم علاجها بعد ما سجلت بياناتها ب 48 ساعة فقط. مجرد ما سجلت بياناتها في مبادرة قوائم الانتظار يومين عدوا وحصل الآتي اللي هنشوفه دلوقتي في التقرير اللي جاي ونرجع نتكلم. اللي حصل بقى جنبي ده وجعني بمغصه، وبقت لمؤاخذه بقى جسمي كله عمال يترعش. لما جتني بقى سخونيه بسقوعيه، جت هنا بنت ايه، جت خدتني وايه طلعت تجري على الدكتور. فالدكتور شافها وعملنا اشعاعات وتحاليل، فقال لا ده هي تعبانه عندها حاجه في القلب، قال ممكن تحتاج قسطره ودعامات. وبعدين الدكتور عند ما كشف علي اشعاعات وادانا حقن وادانا مش عارفه ايه، ولقاني برضو تعبانه، قال لي لا ما كده ما انتش نافعه هنا، انت لازم تروحي ايه مستشفى الجامعه. فطبعا اتحطينا في حيره يعني. طبعا جينا نقدم في ان هي تعمل على نفقه الدوله، فقالوا ده بياخد وقت ومش بياخد وقت وقوام انتظار ومش قوام انتظار، بس انا ما يعني عندي امل ان هي هتعمل العمليه. فجيت اتصلت على الخط الساخن بتاع مجلس الوزراء، فشرحت لهم حالتها، فانا بحسب مش هيستجيبوا معايا بصراحه. لقيت بعدها بساعه جالي تليفون قال لي صور لنا الاشعاعات والتحاليل وتقرير الدكتور الاطباء وبعته لنا. فحسيت ان الموضوع فيه جد، فرحت مصور وبعت لهم على الواتس، لقيتهم بيتصلوا عليا تصدق للحاجه سعديه ان هي تعمل العمليه على نفقه الدوله. جم قالوا لي بقى تعالى اعملي العمليه علشان خاطر ايه ترتاح. يوم واحد اللي باتته هناك، والحمد لله عملت القسطره وركبت عدد 2 دعامه دوائيه، والحمد لله صحتها دلوقتي زي الفل. وبعدين مشينا على العلاج فتره، والاحسن من كده كمان جينا من شهرين ثلاثه قدمنا بظروفها كده بصوره البطاقه، راح متصدق لها احنا التقصير مننا احنا مش من الدوله. لما قدمنا لقينا بيصرفوا لها صرفوا لها علاج على نفقه الدوله، وبيدوها كل 60 يوم علاج ال 60 يوم. بركه في السيس ويعلم رب السيس. والله يا ست هو عمل مجهود ما فيش اي رئيس عمل. فالحمد لله احنا في بلد كويسه، والحمد لله دي مبادره السيد الرئيس للقضاء على قوائم الانتظار، وبنشكر السيد رئيس الجمهوريه وبنشكر كل من ساهم وقف معانا في الموضوع ده، وكل من اهتم بموضوع الحاجه السعديه انا بوجه له الشكر.